نشر حساب ليفربول على تويتر صورا لتكريم لاعب الفريق للمحترف المصري محمد صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين. وكان التكريم على هامش تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة روما الإيطالي في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. وأظهر لاعب الريدز مشاعر رائعة تجاه صلاح بحمله والتقاط الصور معه في محاولة لتحسين الحالة المعنوية لهداف الفريق قبل هذه المواجهة الحاسمة. وحصل صلاح على الجائزة بعد موسم أكثر من رائع سجل خلاله 31 هدفا في الدوري حتى الآن.